ناخذ معنا ملكه من الدار البيضاء. لالا ملكه صباح الخير. هذه دنيا اهلا وسهلا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الحمد لله. تحيه للطاقم والمستمعات كاملين. نعم تحيتنا لك ايضا. مرحبا بك. انا نعطيك واحد الحرشه كتجي بحال الكيكه فوق البوطه. حرشه سهله ما جيت عمرك ساعتين تتوجد. اييه داكشي اللي بغينا. والله الا دغيا كتوجد وكتجي زوينه. نعم اللي هي شحال كان المقادير؟ كاس ونصف سميده يتبعوا المقادير ونص كما عطيتهم اليوم. كاس ونصف سميده رقيقه شويه ديال الملحه. ملح جوج معالق كبار ديال الزيت. جوج معالق كبار زيت. جوج معالق سنيده. جوج معالق سنيده. وبيضه. بيضه. وخماره. خماره. وكاس ديال الحليب. وكاس ديال الحليب. اها هما المقادير اللي كاينين. كناخذوا السميده كنبصصوها بديك الزيت. انت كديري السميده رقيقه ولا الغليظه؟ لا رقيقه. رقيقه. ديال الحلوه. اها وكنبصصوها بدوك جوج معالق ديال الزيت وجوج معالق تاع السنيده وشويه ديال الملحه. وكنزيدو ديك البيضه وكنبداو نحركو عاد ندير داك كاس ديال الحليب ونزيدو الخماره ونحركو داكشي ونخليها شويه تشرب. كناخدو المقله اللي ما كتلصقش ماشي المقله الثقيله. المقله اللي ما كتلصقش كندهنوها بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده. وكنخويو داك الخليط وكننزلو المقله من اليد ديالها ونحركو باش كلها كتقاد لينا بحال الخبزه. اييه صافي وكنشعلو البوطه على المهل. اييه راه الا شعلو العافيه بزاف راه كتحرق. كنقصو العافيه المال وكنغطيوها شي غطا ديال الكميله. اييه كنغطيوها حتى كنشوفوها بدات كطيب من التحت ومن الفوق لصقات لينا مابقاش مابقاتش خضره. وكنقلبوها بداك الغطا ديال الكميله وكندهنو ثاني المقله وردوها للجهه الاخرى باش طيب. راه ساهله وكتجي زوينه صافي كطيب وكنقدموها بالصحه والراحه. نعم راه كتجي عاليه شويه. بالنسبه الا بغينا نديرو حريشات صغار يمكننا ناخذوهم من هاد. لا لا هذه ما كديرش صغار. كديري غير تديريها كبيره. هذه كتجي بحال الكيكه كتجي كبيره. وكدهني المقله ولا لا؟ كدهني المقله ضروري خصك تدهني المقله بشويه الزبده وشويه الزيت. وراه كتجي زوينه وجربيها وردي ليا خويا. ان شاء الله ان شاء الله. على راسي. الله يعطيك الصحه شكرا.